efforts that were no longer sold with leather. Crude is exported to 46 countries. Now we are living online at Crude Russia. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? محمد. أنا محمد السعدي، صاحب مشاريع الوقف العالمية الحديثة سلطنة عمان. طبعا لنا تجربة في الكوكلي وما شاء الله نتائجي جدا مميزة. الحين تقريبا سنتين شغالين على التجارب وبإذن الله يعني مميز، والمزارعين نفس الشيء يعني شافوا التجارب جدا مميزة الكوكلي. مو تسألك مو الأنواع اللي تستخدموا عليهم يعني التجارب اللي هو حشيشة الرودس، البرسين والأشجار يعني اللي هن المعمر. شفت النتيجة يعني النتيجة مميزة. يعني أنا كنت سويت تجربة على اللي هو حشيشة الرودس، وسابقا كان ما يعني بسبب يعني إنه معمر تم ما يتحرك يعني، فلما استخدمنا الكوكلي تملك يعني يروح وينزل عروق وفيبدأ يعني فاهم يطلع من جديد. نفس الشيء اللي هو نفس الشيء معنا كنا زرعنا حشيشة البونيكام. لما يكون موسم مثلا البذور انا حاولت اشيل البذور عشان ازرع يعني في اسس وجهزتن وفي تربه مهيئه للزراعه وما نهض معي. لما تميت استخدم الكوكلي في الارض اسمد تمت البذور بنفس تطيح، ويعني اتفاجئ انه ينهض البذور يعني ينهض في الحقل. يوز مو تستخدم الانواع الاسمده قبل ما تستخدم الكوكلي، وهل الان تخلط يعني مع شوف بخصوص طبعا احنا نستخدم اول المركبات اللي هي مثلا المركب السعودي او المركب بكره. جبت الكوكلي المخلط العماني المركب مع بعض فاشتغلت عليهم، بعدين اعطي يوريا فتغيرت المعادله تماما. They say same cost, okay, no problem about cost, but the production 55% increase. نفس الشيء سوي يعني طبعا الحشيش الرودس في الشتي يتملك مثلا ثلاث شهور شهرين ونص. يعني لما سويت تجربتي أول تحدي حالي كان الكوكلي واصل معي في الشتاء فاشتغلت عليه، ف يعني حشيناه في 45 يوم نفس لما يكون في الصيف. في الصيف يعني الحشيش سريع. تكلم يعني عن الكوكلي، مو تشوف يعني الكوكلي. بالنسبة حالنا الكوكلي يعني منتج ممتاز، لو جاني أي واحد لازم يعني هذا أنت تعرف من ضمن الخلطات ضمن الأشياء يعني من حبني حال الكوكلي أصبحت خلطة معنا تعرف أنت اللي سويها في ثلاث ريالات من ضمنه الكوكلي، وهو اللي يشجع الكوكلي اللي فيه. أنا عارفه يعني لأنه الكوكلي إذا حبيبي في ذلك الكوكلي أيوه أوكي الكوكلي بواي فال ما شاء الله. And just now the dealer said after even the grass already 30 years old, almost dead, but they use kukuli, it become young again. And every season give one more cut. So you can see, it's very, very hot now actually. Now it's almost 50 degrees, but we are very happy. Can see kukuli bring the good harvest to global farmers. This is the dealer store, we can see. Kukuli is very beautiful and significant. Kukuli good? Okay, number one. Number one? Hey, Kukuli.